السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة هنعمل تحدي انا ومرات اخويا، هي كمان عندها قناة اسمها يوميات مامي، بسيب لكم اللينك ان شاء الله في صندوق الوصف. هعمل تحدي انا وهي الكوباية ونشوف مين اللي هيكسب فينا، وفي جزء تاني عندها هناك في القناة بتروحوا تشوفوه ان شاء الله. يلا بينا نبتدي ونسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في اي حاجة بنعملها عامة، يعني اذا كان لعب او اي حاجة. يلا بينا. انا دلوقتي معايا 50 جنيه اهي، هحطها في كوباية تحت كوباية ونشوف بقى هي هتبقى ايه الاخبار. بسم الله اهي. ونشوف قدرتها على التركيز. كوباية بتنبهني يا جماعة حقانية. طب انا هعملهم ازاي؟ ده انا اتلخبطت، الموضوع صعب قوي. حاضر يا مالك، ده باينة ال 50 جنيه باينة والله. أنا عندي يا جماعة، لا استنوا يا جماعة، في غش كده دلوقتي ما شاء الله. في حاجة أنا حاسة إيه كانت بدلنا الحاجة. اه والله القش هحطها حتة صغنونة عشان اللي أنا كسبتها في الفيديو اللي فات. أهي يلا بقى، الموضوع صعب على فكرة، مش بتستاهل يعني. اتكي عليها يا سوري، يعني اتكي عليها. 50 جنيه الفلوس الباقية دي هنحطها هنا على جنب، والكوبايات هنا مفيش حاجة تحتيها، وهي ال 50 جنيه تحت الكوباية دي بس. نعم يا ولد. ايه اقعدي كده توبة بس تقعد على رجلي. اه ماشي اوكي يا ماما. اصلا انا ماليش حد خالص. هو انا المفروض بسرعة، انا نفسي معرفتش الكوباية اللي تحت ال 50 جنيه فين. يلا يا رب يا مسهل. يلا الحمد لله. ماشي كان في 50 جنيه كسبها من الفيديو اللي فات يا مالك. دي كانت معاكي ايه؟ لا 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 دي بطيئه. وانا اللي طلعت بطيئه. بسم الله، هي معتمده على التركيز. يلا بقى كفايه كده عشان ما نتوهمش. يلا بسم الله. بسم الله. كده بصرة. بتاعتك بقى. ايه في النص 50 جنيه اهو. يلا يا جماعة يا رب يكون الفيديو عجبكم ويكون خفيف على قلبكم، واسيبكم في رعاية الله ومع السلامة.